في حادث يلفه الغموض، تحطمت طائرة عسكرية أمريكية في إقليم غازني شرقي أفغانستان. وقال مسؤول عسكري أفغاني إن قوات أفغانية توجهت إلى مكان الحادث، الذي رجح في تقدير أول أنه كان بسبب عطل فني. نحن ذاهبون إلى المنطقة التي تحطمت فيها الطائرة نتيجة مشكلة فنية. الشرطة والجيش والمديرية الوطنية للأمن والقوات الخاصة جاهزون للذهاب إلى موقع التحطم من أجل عملية الإنقاذ. ولحركة طالبان رواية أخرى، فقد قال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسمها في بيان إن الطائرة كانت في مهمة تجسس وسقطت اليوم في منطقة دهياك في إقليم غازني. وأضاف أن الحادث أسفر عن مصرع من كانوا فيها، ومنهم ضباط كبار من وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA، لكن الحركة لم تعطي أي تفاصيل أخرى عن ملابسات سقوطها، بينما أشارت تقارير إلى أن هذه الطائرة انطلقت من قندهار. من جهتها رفضت المتحدثة باسم القيادة المركزية الأمريكية بيث ريوردن التعليق على بيان طالبان حسب ما أفادت وكالة أسوشيتد بريس. وذكرت الوكالة أن تسجيلا مصورا لمكان تحطم الطائرة جرى تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي أظهر ما يبدو أنه حطام طائرة تجسس عسكرية من طراز بومبارديه E-11A، ويستخدمها الجيش الأمريكي للتجسس الإلكتروني في أجواء أفغانستان. ونقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مصدر إعلامي أفغاني قوله إن الموقع الذي عثر فيه على حطام الطائرة قريب من قرية تدعى سادو خيلو، وتبعد 10 كيلومترات عن قاعدة عسكرية أمريكية. وأضاف المصدر أن قوات من طالبان تطوق المكان، وتسيطر حركة طالبان على مساحات واسعة من إقليم غازني القريب من سلسلة جبال هندوكوش، وهي معروفة بتضاريسها الوعرة وطقسها الشديد البرودة في فصل الشتاء، ما قد يعقد عمليات البحث والإنقاذ.